behind
اللاترال مانيولر. نروح على اللاترال سايد اوف ذا دورسم اوف ذا فوت. الشورال نيرف، هذا الشورال نيرف ده هو بيجي له برانش من الكومن برينيال نيرف اسمه الشورال كوميونيكيتنج. شورال كوميونيكيتنج برانش، ده برانش من الكومن برينيال نيرف. هذا الشورى النيرف ده هو ماشي معاه السمول سافينس فين في الميدل لاين، معاه السمول سافينس فين ورا الاترال مانيولر، طالع من الدورسال فينس ارش ماشي ورا الترمانيولس ماشي في الميدل لاين متقال، وبعدين يختلف البيك فاشيا ويمشي ويفاتح جوه البوبليديال فين. ده الشورت سافينس فين أو small softness pain ماشي مع الشورال نيرف في الميدل لاين، وبعدين الاثنين بيهايند لاترال مانيولر وبيدرين انتو ذا بوبليديال فين اللي اخذناه. small softness pain يصب في البوبليديال ولا في ايه؟ small softness pain في البوبليديال فين، لانه بيختلف تنديف فاشيا وبعدين بيمشي ما بين التو هيز ويتدخل في البوبليتيا الفصحى وينتهي في الجروب ايه؟ بوبليتيا البين. انا قلت حاجه غير بوبليتيا البين؟ جريت سفنس جريت سفنس لا هو بينتهي في البوبليتيا البين في البوبليتيا الفصحى. السمول سافينس بين او شورت سافينس بين سمول او شورت ممكن يحصل فيه باريكوزيتي ويعمل لي باريكوزيتي فيه، بس يوجوالي مع الجريت سافينس. وفي كوميونيكيتنج فين ما بينه وبين الجريت سافينس فين. هو اصلا مش في الباك تيبيا النار لغايه ما يوصل للور، يجي ماشي تحت الفلتر تناكل من هنا ما بين الميديا مانولاس والميديا الكوبيكال والتكاكل ودخل في السور اوف ذا فوت، بس الاسبار على الفرعين لاترا بلانتا وميديا بلانتا في السور اوف ذا فوت. ده التيبيا النار، لكن هنا هو ما بيمشيش، هنا بيمشي الشورا النار برانش بتاعه ورا لاترا النار ويمشي على لاترا سايد اوف ذا فوت. عشان كده هنا هو الرسام تيبيا النار في النقطه بلاش هنا خالص عشان ما مش لكن هو بيدخل كتيب النيرف اهو على الميديا سايد اهو وانت بلانتر بايه؟ وهو في النت بيدي برانش للكالكينيوس وسبلاي ذا ميديا سايد اوف ذا كالكينيوس سكين اوفر ذا كالكينيوس بيسموه ميديا كالكينيان برانش supply the skin over the median side of the heel. Heel من ايه؟ ان انا الكعب بتاعي اللي انا واقف عليه. الهيل. ميديا كالكينيال برانشز. يبقى تيبيا النيرف بيدي المسكولار برانشز كلها في البوستيريور كومبارتمنت بيدي ميديا كالكينيال برانش وبيتفرع هو التو تينر برانشز ميديال ولاترال بلانتر تحت الفلكسور اتناكلم بيدي كمان الشورال ناب وشركتينيس برانش ذا ترانس اون ذا لاترال سايد اوف ذا فوت. ده التيبيا ناب. لو التيبيا ناب ده هو اتقطع which is difficult and rare لانه very deep ده تحت المسلس كلها في الفور اور في الباك اوف الليج، لكن ممكن لو في رصاصه اتضربت في الميدل اوف ذا باك اوف ذا بوبيتيا الفسطى تعورت او وند ستاب وند في الميدل بالظبط في الميدل لاين في البوبيتيا الفسطى يتعور. لو تعور التيبيا الناب ايه اللي هيحصل؟ نمرة واحد كل البلانتر فليكسور دولت راح، لان دول كل البوستيريور كومبارتمنت راح خلاص صح ولا لا؟ هبص الاقي الرجل يحصل لها دورس فليكشن، يعني الهيل اهي
ادي بقيه الرجل اهي والارض اهي. دورس فليكشن، الواحد اللي واقف على الكعب بتاعه. دورس فليكشن اوف ذا انكل جوينت. مش كده وبس. ده الايفيرتور كمان اللي هم اللاترال كومبارتمنت هيعملوا ايفيرشن. ايفيرشن لدي لبره. يبقى هيحصل فيه دورسي فليكشن وايفيرشن. بس الايفيرشن ما بيحصلش عند الانكل. الدورس فليكشن بيحصل عند الانكل، لكن الايفيرشن والايفيرشن بيحصلوا عند جوينت ثانيه. الجوينت دهية اسمها السب تيلر جوينت زائد المين دارسال جوينت. دي اللي بيحصل عندها الانفيرشن والانفيرشن، لكن الدورس فريكشن واللاندا فريكشن عند الانجل جوينت. فهبص الاقي ان الفوق تحصلها دورس فريكشن وانفيرشن لبره. ولوس اوف سنسيشن على الهيل. مش كده وبس. ولوس اوف سنسيشن على البلاندر اسبيكت اوف ذا فود كله. البلاندر اللي هو اللي تحت، لان هو بيدي الميديال واللاترال بلاندر اللي بيصدر السكين بتاع السول اوف ذا فود كلها. اللاترال والميديال بلاندر. السول اوف ذا فود كله لوس اوف سنسيشن. Loss of sensation of the soul of the food. كل soul of the food. We loss of sensation على the medial aspect of the healing. The tibial nerve injury. هذا المنظر ده هو بيسموه calcaneo فالفاس. كالكينيو فالفاس means tibial nerve injury. الفوت دورسال فليكسن تو ايفيرت. السنسيشن على البلانتر اسيد اوف ذا فوت كله راح، لان الميديال والبلانتر نيرفز راح كمان اللي هم بيغذوا السكين اوف ذا سول اوف ذا فوت. الميديال سايد اوف ذا هيل الكعب بتاعي will be lost also sensation as an immediate calcaneal branch down. مش كده وبس. السنسيشن كمان على اللاترال سايد اوف ذا دورسال اوف ذا فود will be lost، لان الشورال نيرف كمان راح. Lost sensation على الدورسال of the lateral aspect of the foot. عشان الشورى النار. لأن هو بيدي الشورى النار، هو طبعا. الشورى النار كمان راح. فالسول اوف ذا فود راح السنسيشن. اللاترال سايد اوف ذا فود راح السنسيشن. الميديال سايد اوف ذا هيل راح السنسيشن. الفود دوس افكت اند ايفيرت كالكينيو فالجاس. المنظر ده بيسموه كالكينيو فالجاس. ده بالنسبة للتيبيال الساتيك نيرف يحصل ايه؟ اولا الساتيك نيرف كومنلي انجر في البوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا هيب. لو حصل انجر للساتيك نيرف هيحصل ايه؟
هبص الاقي سالي فيرب كان بيدي لاترال بروفيريال او الايه؟ الكومن بروفيريال هو نفس الاسم وكان بيدي التيم يعني. فالاثنين دول راحوا. لا في دورس فليكشن ولا في بلانت فليكشن ولا في انفيرشن ولا في انفيرشن. ابص الاقي الفود بندلس حركها كده تتهز معاك ويحصل فود دروب. فود دروب وتحركيها يمين شمال تحرك معاك زي ما هي. تهز رجلك كده اهو تتحرك لان مفيش مصر خلاص. لان اول المسلز بيلو الني لوس بارالايز لاترال كومبارتمنت راح وسيو كومبارتمنت راح لاترال كومبارتمنت راح كل المسلز تحت الني ليفل راح. فعشان كده الفوت فوت راح وبيندلس فوت يعني زي كده اهو اتحرك معاك لان مفيش مصل لا هنا ولا هنا. ها؟ بارالايز. كله بارالايز. كل المصل بارالايز. بيبقى اثنين. السادك نيرف كان بيدي الهامسترينج اللي هم اثنين سيمي والبايسبس. يحصل لهم باراليسيس. باراليسيس للهامسترينج مصل. لكن البراسل بتاع الهامسترينج المصري ده هم مش ايه مش هيبقى واضح لان هم اصلا بيعملوا اكستنشن للهيب وفليكشن للني. في مصر كتير جدا هتعمل فليكشن للني. السارتوريس تعمل فليكشن، الجراسيريس تعمل فليكشن، الجاستروكلينس تعمل فليكشن، البوبيتيوس مصر تعمل فليكشن اوف ذا ني. فعشان كده فليكشن اوف ذا ني والنوم بلوس لا will be affected بس will not be lost شغال. ال extension of the hip عند gluteus maximus muscle شغال it extend the hip ولذلك ال hamstring muscle paralysis في الساعدك نير will not be obvious مش تبقى واضحة قوي لأن ال friction of the knee will be maintained the other muscles sartorius gracilis gastrocnemius muscle وكمان مين الاوبيتيوس ماسل دول هيعملوا فريكشن. الاكستنشن اوف هيب ويل نوت بي لوست لان الجلوتيوس ماكسيموس ويل اكستند ذا هيب. لكن اللي هيحصل الفوت دروب نتيجه باراليسيس لكل الماسل بلو ذا ني ليفل. نمره ثلاثه كل السنسيشن السنسيشن كله بلو ذا ني بلو ذا ني ويل بي لوست except mean the medial side of the leg and the medial side of the foot the right المانيا. لان دول سبلاي بمين؟ السفنس نيرف اللي هو برانش من مين؟ الفيمورال والفيمورال ما تعورش. لكن بقيه السنسيشن كلها على اللاترال اسبكت على البوستيرور اسبكت ده كله راح على الدرس متفراح ما عدا الميديا سايد اوف ذا ليج الميديا سايد اوف ذا فود لغايه البانيو لان ذيس از سبلايد باي ذا سابينس نيرف ذا برانش اوف ذا فيمورال نوت باي ذا ساتيك. فده اللي هيحصل انجي لو حصل انجي ساتيك نيرف سواء كان ستيل ديسكيشن اوف ذا كومن او ديس مالتيبل ديسك يعوروا الروتس بتاعته ويعملوا سياتيك pain distributed along the sciatic nerve وaffection of the sciatic nerve وخاصة L5 ليه بقى؟ لأنه كبير صح. الدورس فليكشن بتاع الانكل جوينت بالظبط باي L5 البلانتر فليكشن this one لو L5 راحت هيعملوا فول دروب. مش هيحصل ايه دوس انفكشن خالص. لو الاس 1 راحت كمان
مش هيحصل كمان في ايه؟ بلاندر بليتش ولوس اوف ذا انكل جير. عارفين يعني ايه انكل جير؟ لما اتك اضرب على اخبط على التندون بتاع التندون كالكينيس المفروض ان انا ايه رجلي يحصل لها بلاندر بليتش. لما اجيب شاكوش كده بتشوف عارفين الشاكوش بتاع الراجل الدكتور كده البلاستيك ده ويجي ماسك على الباك اوف ذا انكل ويخبط على التندون كالكينيس لما اخبط هعمله ستيميليشن يعمل بلاندر بليتش. لما اعمل لو في اس واحد رايح لو خبطت عليه مش هيحصل بلانتر بليتش. ليه؟ لان اس واحد هو اللي بيغذي المصل اللي هي بتعمل بلانتر بليتش. فالانكل ده بالنسبه للسيانك نيرف وبالنسبه للنيرفز بتاعت اللور ليمز. خدنا الفيمورال، خدنا الكومون برانيا، خدنا الليبيال، خدنا السياتيك، خدنا الانتروبتيوريتور نيرف، خدنا النيرفات دي كلها. فدي كلها النيرفز اوف ذا لور ليمب. يجي للفوت، ادي الدورسم اوف ذا فوت اهو. ده الدورسم اوف ذا فوت. وادي البلانتر اسبيكت اوف ذا فوت. ده البلانتر اسبيكت بتاعت السكين اوف ذا فوت. على الدورسم اوف ذا فوت بلاقي السكين والادجيسن سايد ما بين الفيرس اللي هو السكند سبلايد بمين؟ بمين؟ بالديب برنيان نيرف. ديب برنيان نيرف. ادي الديب برنيان. على الميديال سايد اوف ذا فوت لغايه البانيون البيز اوف ذا بيج تو الدورسم اوف ذا فوت سبلايد باي ذا سابينس نيرف برانش اوف ذا فيمورال نيرف. اللاترال اسبكت كله بتاع الليتل تو واللاترال اسبكت اوف ذا فوت كلها الدورسم بتاعها سبلايد باي ذا شورال نيرف which is the branch of the tibial nerve. فيما عدا ذلك كله سبلايد للسوبرفيشال برينيا. السوبرفيشال برينيا سبلايد الدوسة. سبلايد الميديال اسبيكت اوف ذا بيج تو. سبلايد adjacent side the home. adjacent side the home. سبلايد الدوسة. كل الاريا دي كلها supplied by the superficial peroneal nerve اللي هو branch من مين؟ من الكومن peroneal nerve. ولذلك الميديال سايد ده هو لغايه البانيون supplied بالسفينه، لكن الميديال سايد اوف ذا بيج تو supplied ب superficial peroneal nerve. الدورسم اوف ذا فوت supplied ب superficial peroneal nerve. الادجيسن سايد ما بين الفينجر ما عدا الفيرس ده هو سبلايد ب سوبرفيشال برينيال نيرف. This is the innervation of the skin over the dorsum of the foot. Skin innervation over the dorsum of the foot. The skin of the plantar aspect اللي من تحت هبص الاقي متقسمه زي الهان. متقسمه زي الهان. الميديا التين بتاع الايه؟ البلانتر اسبكت والميديا ثلاثة ونص فينجر سبلايد باي ذا ميديال بلانتر نير اللي هو كان برانش من مين؟ من التيبيا. التيبيا اتفرع لك. اما دولت اللاترال بلانتر نير. اللاترال بلانتر نير.
اللي هو برانش اصلا من الديب اند. عشان كده الديب اند لو عوض كل السنسيشن اوف ذا سول اوف ذا فوت ويل بي لوست. لان السول اوف ذا فوت السنسيشن بتاعها بيجي من الجلاندر نيرف. الميديا تلتين وثلاثة ونص فينجر في الميديا بلاندر نيرف. زي الميديا نيرف في الهاند. زي الميديا نيرف في الهاند. واللاترال بلاندر في اللاترال سير اوف ذا بلاندر اسبيكت اوف ذا سول اوف ذا فوت وبيدي ال 1.5 لاترال فينجرز. لاترال فينجرز. لاترال بلاندر نيرف والميديا بلاندر نيرف. ده بالنسبه للسكين اوف ذا فوت. لو انا شلت السكين بتاعت البار بتاعت السول اوف ذا فود الاقي تحتها فايبرس تيشو جامد جدا. كان في الهاند اسمه بالمر او نيوروزس، لكن في الفود هنا هو هذا الطف فايبرس تيشو ده اهو. ادي الفود اهي. وكنت شلت السكين الاقي فيه تريانجلر طف فايبرس تيشو زي البلاندر او البالمر او ده بيسموه البلاندر او النوزل تريانجلر بلاندر او النوزل ماسك في التيوبروستي بتاعت الكالكينيس عضلة الكالكينيس ماسك في التيوبروستي اوف ذا كالكينيس وتريانجلر ويتقسم ليه اربعه عشان يروح اربع ستيبس يروح للاجيسن سايد بتوع كل واحد يروح لوان فينجر. ده البلانتر ابو نيروزس تاف فايبرس تيشو سترونج فايبرس تيشو فيري سترونج فايبرس تيشو تو سبورت المسلز والفيسلز اللي في الايه في الفود وفيري امبورتنت في السبورت بتاع اللونجيتيودنال ارشز اوف ذا فود. السبورت اللونجيتيودنال ميديا لونجيتيودنال ارش lateral longitudinal arch for protection of the underlying the plantar aponeurosis. Plantar aponeurosis sometimes ابص الاقي في مين كومن في مين وبيز زائد يا عيني ايه walking or standing to mudwa to the mudwa standing from the mudwa to the mudwa واقفة واقفة في شغلها ويتر واقفة في المطبخ تقوم واقفة طول النهار موبيز ويوجوالي في مين وابص الاقي هذه الفيميل تشتكي من بين هذا البيت ان ذا سول اوف ذا فود at a specific area which هو اللي اتعلم سبعه السول ذا فود وهذا البيت انكريز مع الووكينج انكريز مع الستاندينج وانكريز at the early morning. تقوم من النوم تقول لك ريك ليه الم شديد جدا مش سايبه من النوم لان هذا الالم بيزيد مع الريست. لما العيان ياخد ريست ساعه ساعتين ثلاثه اربعه وينام يجي يقوم الم شديد جدا يعني مع الريست مع الوقفه الطويله يزيد افتر ريست استريح يقول لك انام شويه استريح بعد ما اول ما تقوم من النوم الصبح الم في الصوره الظهريه وتحدد مكانه بالظبط قدام الكالكينيز بالظبط الصباح تقول لك عامل زي المسمار تقول لك مسمار سيخ اما اقف كده بيشكني هذا اللفظ بيشك مسمار ولوكالايز انا لو قلع الجزمه ممكن اقول لكم بالظبط فين لكن تعرف الكعب قدام الكعب ما بين الحته الكعب بتاع الرجل وما بين بقيه الايه الرجل في الحته ده يعني كعب رجل ايه؟
الايه؟ تحت من تحت السول اوف ذا فود من تحت السول اوف ذا فود ويضرب مسمار بيشوط بينقص وبيز وبينكريز بالذات ات ايرلي ان ذا مورنينج افتر كومبليت ريست ويزيد مع الوقفه ومع الحركه ووكينج وذا سول اوف ذا فود هذه العينه تعمل لها اشعه وبص تلاقي ادي الكالكينيا سايب الاشعه اهي لاترال فيو لاترال فيو اهو وادي بقيه الايه الحاجات مش مهمه بقى يعني ايه مش مهم التفاصيل لكن ده الاكس راي بتاعتي بص الاقي السول اوف ذا فود عند التيوبروس بتاع الكالكينيا ازاي الاقي فيه عظمه كده اهو بيسموها كالكينيال سبير الاقي في عظمه مسلطله منها مثلثه الشكل بالعود عامله زي الايه؟ زي الابره كده بيسموها كالكينيال سبير انا مش عارف بالعربي اسمها ايه؟ بتفكرها بالعربي اسمها لكن ايه؟ بالعربي اسمها ايه؟ ايه؟ مسمار القدم. ايه؟ مسمار القدم؟ مسمار القدم؟ مش هتعمل كلمة مسمار القدم. مش هتقول لي كلام عادي تاني. مسمار القدم. ده اللي فيه. ما سمعتش مسمار القدم. لكن كومة هتسمعوها، كومة هتشوفوها. وكومة هتعرفوها. فده تقول لك والله فاكر ده هو قال سيخ سيخ بين حته سيول المستبعد هنا اهو اعملها اكس راي لاترال فيو هتلاقي في كالكينيا شوكه زي الشوكه بالظبط شوكه ايه؟ عشان الوزن بتاعك الوزن بتاعك فبيتقل فالارش بتاعت الفوت بتتسطح في ايه يحصل شد ما بين ال اسمه ايه ده؟ البلانتر ابدولوس، البلانتر ابدولوس ماسك هنا. البلانتر ابدولوس ماسك يشد عليه يشد عليه. ويترسب هنا اهوت كالسيوم. ويحصل حاجه اسمها بلانتر فاشيايتس. التهاب في البلانتر، في البلانتر ابدولوس. الكلام ده غلط بس يعني هخليه زي ما هو عشان مش عايز اوسعه. بلانتر فاشيتس بتعمل حاجه ثانيه وبس الكالكينيا سبير بارت بس خليها انتوا بالنسبه لكم ان يحصل فيه بلانتر فاشيتس نتيجه الناس اللي عندهم فلات فود يحصل لهم اكتر الكالكينيا سبير ده ليه؟ لان الوزن كله على البلانتر فاشيا او بلانتر او نيروز يقعد يشد في التيوبروس يحصل له فيه فاشيايتس فيحصل فيه بون فورميشن في الكالكينيا تيوبروستي ويعمل لي كالكينيا سبير فيري كومن اسمعوها فيري كومن هتشوفوها فيري كومن حد فاهم كالكينيا سبير؟ ما جاش بعد الترم الاولاني الترم الاول الترم الثاني او الترم الثاني يبقى فيه كالكينيا سبير ها؟ ايه؟ السبير ده عظم اتكون جديد كالسيوم جه اترسب في المنطقه دي اللي انا فات شد وجذب اترسب الكالسيوم وعمل نيو بون وعمل السبير ده ها؟ ليه كاركترستيك لها كده؟ ليه كاركترستيك كل مرض ليه كي مفتاح يعني بص ده سيمبتومز يقول لك انا بشتكي من كذا مفتاح للمرض على طول اول ما اسمع الشكوى تيجي داخله مخك تيجي مفرعه يبقى دايجنوزس هو ده دايجنوزس او يا ده يا ده وهي بتتكلم هي لما تقول لي كده هو تقول اول ما اقوم من النوم الم شديد جدا مكعب رجلي وايه لما اقوم يبقى الرجل دي من ضمن الكاركترستيك بتاعت الايه الجديد المفروض الالم يروح مع الرسم ده 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 كالكينيا سبير
plantar fasciitis. La característica don clean the case of X-ray. أو إكس أو يزيد مع الرز. هو عشان يمكن نضغط على الرز. طبعا نضغط عليه. هي طب مع الرز لا يزيد. رز إيه؟ كده كل مرة كده كاركترستكس. ما تقدريش تقولي ليه؟ يمكن عشان لما نامت فالعضلات استريحت وإيه وريلاكسد لما جت تقوم وقفت شد جامد. بس ده كلام انا بألف يعني بس انا لا اعرف الحقيقه لكن كل مرض ليه كاركتر وانت بتمشي دايما ورا الكاركتر بتاعت المرض عشان تعرفيه كنت شخص ازاي شخص كده عايز تجري تلاقي تخينه وداخله عندي الم في كعب رجل او تقول الكلام في كعب رجل وهي تخينه تقدر دماغي تجلس ليه تعالي اقعد باسم ايه اللي بيحصل بالظبط طول الوقت؟ هم عارف سيخ نار سيخ 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 سيخ. ده كده السبيك. في الرجل دي ممكن في الرجل دي والرجل بس الرجل دي اكتر. ممكن ابقى بايلاترال لانه تقول هو واحد. ولما استريح اقوم من النوم الصبح الم رهيب فيه. اروح اقول لي اعمل اشعه لاترال فيو يطلع كالكينيا السبيك. لازم تعرفوا غصب عنكم لو شفت انا البتاع ده اللانتر او النيروسس ده هلاقي المسلز تحديد المسلز بتاعت السولوز فود انا مش عايز اعرف منها حاجه خالص ما غير هي في انهي اللي هي الرئيسه بيهم ايه والنيرف سبلاي بتاعهم ايه يعني مثلا ايه أول لير هم أربعة ليرز أول لير ده من الميديال سايد وده من النص وده اللاترال سايد أو ده هنا هو أبدكتور هالوسيس وهنا أبدكتور ديجيتي مينيمي وهنا هو الفليكسور ديجيتورا بريفيس فليكسور ديجيتورا بريفيس دي في الصور اللي فوق الفيرست لاير اول ما اشيل البلع الاقي ثلاثه مصر واحده على ناحيه الصم وواحده ناحيه الليتل فينجر واللي في النص الفليكسور دول ثلاثه مصر اول لاير اللي هي اللي وراها تحتها على طول الاقي في اثنين تندر في الفلكسور ديجيتورا لونجاس وفي الفلكسور هالوسيس لونجاس مش احنا قلنا داخلين في الصوره ذا فوت فلكسور هالوسيس لونجاس تندر والفلكسور ديجيتورا لونجاس تندر فلوس الجدار عملهم ده سيرنج وهي داخلة في السولو زفوت ده اهو تتفرع على أربعة فاكرينها؟ تتفرع على أربعة في السولو زفوت وكان هنا هو ده الفليكسور ألسوس دونجاس كانت بتمشي السولو زفوت وتيجي رايحة للتيرنال بانكس ذا بيج تو فالتيرنال بتاعها اتقسم أربعة دول في سكند لاير سكند لاير اثنين تندر فليكسور هالسوس لونجاس فليكسور جيتورام لونجاس ولا انسى ان الاثنين ده هما فيري امبورتنت في السبورت بتاع المين الميديال لونجيتيودنال ارشز لا انساها ابدا ان ده هي ونص ده هي لان دول شبكين مع بعض دول سبورت الميديال لونجيتيودنال ارشز لو حصل لهم باراليسيس يحصل دروب وفلات فود نتيجة دروب اوف ذا ميديا اللي بتقول نقاش لا انسى في اثنين تندونز اهم واثنين ماسلز الماسلز اللي طلعت من فليكسو جيتورا اللي هم لومبريكالز ماسلز
أربعة مش ممكن أعرف أربعة من بريكاز مصر طلع من التندوز أهو وفي مصر تانية طالعة من التندوز ده أهو يعني من بريكاز طالعة كده لكن في مصر طالعة من بين تندوز ده أهو في نفس الليلة اسمها الكيكسور فيجيتورام اكسسوريس او كواد دريتام بلانتي هي بايظه بايظه هتفرق اي اسم هتسمعوه ما هي يعني انتوا فاهمين اللي فات ما تفهموش جاي كلتهم بلانتي زي بعض فيجيتورام اكسسوريس زي بعض اللي انت عايزه لومبريكاز احنا فاكرينها زمان بس مش عارف فين يمكن في السوركس كانت لومبريكاز كان اربعه لومبريكاز بس مش فاهم كان في او هيك في لينا هناك لكن السجن دي اتنين 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 تندون فيكسل دوترام لومبريكاز فيكسل دوترام لومبريكاز و فيكسل حاسس دوترام واتنين مصر لومبريكاز مصر وفيكسل دوترام اكسسوريس او كوادريت كوادريت لانها مربعه مثل المربع سموها كوادريت عشان مربعة وبلانت لانها في البلانت في البلانتر اسبكت اوف ذا فود في السولو ذا فود عشان كده سموه كوادريت بلانت دول سكند لير السيرد لير اللي وراهم ثلاثة مصر هنا كانوا ابداكتور هاريس لا هنا هيبقى الفيكسور هاريسز ريفيس وهنا فليكسور ديجيتاي مينيماي بريفيس وهنا في النص الادكتور هاليسيس دول الثلاثة ايه؟ دول الثلاثة مصر اللي السيرد لاير يبقى الفيرست لاير والسير واحدة يعني واحدة لاير فيها ثلاثة مصر والتانية وراها اثنين تندون واثنين مصر على طول الاولانيه بدات ثلاثة مصر يبقى اثنين تندر دي ثلاثة مصر يبقى اللي وراها اثنين تندر واثنين مصر برضه الاثنين تندر تيبيالس بوستيريور و تيبيالس بوستيريور والبرونياس لونجس فاكرينها؟ لما كانت بتدخل في السورج ذا فوت وعامله بروف داخله في السورج ذا فوت وعامله يعني سبورت الارش تبيانس بوستيرو برضه داخله في سولز الغوت عشان تروح تلتر للسيشن بتاعها لانها جاي من ورا وبعدين الانتر اوسياي عشان يبقوا اثنين واثنين يبقى هقسم بالمر انتر اوسياي ودورسال انتر اوسياي لكن كلهم انتر اوسياي عشان يبقوا اثنين واثنين يعني بس لكن هي انتر اوسياي كفايه ايوه أول لير ثلاثة مصر الأولانية والثالثة ثلاثة مصر الثانية والرابعة اثنين وثلاثة هي تقاب أبداكتور هالس ما فيش بريكس لأن فيش أبداكتور نوكس وقاب وفيكس الديوترام بريكس دول ثلاثة مصر أول لير في النص لو شلت اللير ده احنا اثنين تندون أربعة واحدة فيكسور هاليس ديسورا وفيكسور هاليسيس وديسورا مرأة أربعة وطلع منها مصر كوادريتاس بلانتي وطلع منها لومبريكا دو مصر سكند لاير سيرد لاير فليكسور بريفز لأن في فليكسور نوم وفليكسور ولازم أدكتور لازم أدكتور الناس عشان يحصل له أدكشن آخر واحدة تبيالس بوستيريور ده النص دي بس والبرينيس نونجاس بص دي بسنين على عظم عند الدور على عظم على طول وهي الانتروسيال لان مع العظم الانتروسيال طلع من الانتروسيال فوق هو ده الايه؟ الليرز بتاعت الفوت والنيمز بتاع الماسلز كل ليه النيرف سبلاي بتاعهم ايه؟ كلهم ار سبلايد باي لاترال بلانتر كلهم سبلاي البلانت لتر بلانت نيرف زي الالمان نيرف في الهيد
الانر نيرف مش كان بيغذي كل المسلز اوف ذا هاند اكسبت مش عارف 82 او هنا اللاترال بلانتر نيرف سبلايز اول ذا مسلز اوف ذا هاند اوف ذا فوت اكسبت. أول واحدة من كل ليلة، أول اثنين الأبداتور هارسز والفيروس الترامبي. وبعدين الفيرست نومبريك، الفيرست نومبريك المصري. وبعدين الفيروس هارسز بريك. تو سرفايف باي ذا ميديا بلانتر. لكن كل الباقي كله سرفايف باي لاترا بلانتر نير. يبقى اللاترا بلانتر نير والميديا اللاترا بلانتر نير بتسبلاي تلت البال واحد ونص ديجيت. الميديا كان بيسبلاي تلتين السول وتلاته ونص ديجيت. الميديا بيسبلاي اربعه بس. لكن الاترا بيسبلاي كل المسلز اوف ذا سول اوف ده بالنسبه للمسلز اوف ذا سول اوف ذا فور. مصر ما احنا قسمنا الاندر والسيار خليناهم بالمر ودورسل خلاص عشان بس نخليهم في المصر لكن هم اندر والسيار بس. بس عشان نعمل هذا القانون عملنا هذا السمول ماسلز اوف ذا هاند هي الفانكشن بتاعتها نوت فانكشننج ويل يعني شفت واحد بيعمل اكستنشن بعضله رجله الصغيره كل الكبار هم شغالين لكن دول سبورت بس ودول بيعملوا الارش اوف ذا فود كل واحد تحت الارش اوف ذا فود بتاعها بيسبورت الارش اوف ذا فود وتهيب الفانكشن لكن مش دي الفانكشن يعني عايز فكره ده تورينا البريكلز دول هيعملوا ابدكشن والدكشن الديجيت هو في ابدكشن والدكشن روح الصباح هي من اول ما اتخلق لغايه دلوقتي شوف بقى لي 85 سنه ما اتحركوش لا يمين لا ابدكشن ولا ابدكشن ولا شفتهم عملوا ابدكشن ولا ابدكشن يعني طول النهار عاملها بالصوت مفيش لا ابدكشن ولا ابدكشن فالماسلز دهيت مش كفانكشن از نوت فيري امبورتنت عشان على الفانكشن بتاعتي لكن كسبورت والصوت ده فوت اوكي كان زي بعض فعشان كده اهم حاجه ساعه في الليل كل ليل فيها ايه نفس الباي بتاعهم ونوم بيسبورت الصوت العرش اللي تفوت ومرتفع ضغط من 10 يعني فاشل اكتر من كده بالانس ما تقلقوش يعني مش ايه لهيمه انا خايف